بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلابنا الأعزاء بكلية جامعة المشرق، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، في مادة محاسبة شركات التضامن كنا في المحاضرة السابقة تعرفنا على كيفية إيداع حصص الشركاء، وتعرفنا إلى 5 صور. قلنا أول حاجة يمكن تكون صورة الشركاء في صورة نقدية أو في صورة عينية أو في صورة مشروع فردي أو في صورة عمل أو في صورة مختلطة. في هذه المحاضرة سوف نتناول عن الحسابات الشخصية بالنسبة للشركات حتى يتسنى لنا المعرفة التامة في مجال شركات التضامن. تهدف هذه المحاضرة إلى أولا التعرف على أنواع الحسابات الشخصية للشركاء، والمعالجة المحاسبية للحسابات الشخصية، وإعداد حساب جاري الشريك. إذن حتناول في جميع شنو هذه مفردات المقرر في الجزئية التي سوف نسردها إليكم. بطبيعة الحال نتيجة ثبات رأس المال في شركات الأشخاص أدى إلى فتح حساب يسمى جاري الشريك، حيث يجعل مدين بالمبلغ التي للشركة، المبالغ التي لدى الشركة وفي ذمتي، وداين بالمبالغ التي على الشركة. إذن الشركة ولو دار من القروش باعتباره مدين لها، ولو دار قروش من الشركة اعتباره داين لها. والهدف من إنشاء الحساب تنظيم العلاقة المالية بين الشركة الشركاء والشركة، ومعرفة حقوق والتزام كل شركة. إذن العلاقة هنا شنو يا شباب؟ علاقة حميمية بين الشركاء فيما بينهم، لذلك اعتبار الشركاء متضامنون، يجب أي زول يعرف حقوقه والتزاماته. الحسابات التي تؤثر على الحسابات الشخصية، هنالك حسابات تؤثر على الحسابات الشخصية سوف نسردها إليكم. أولا حساب مسحوبات الشريك، ثانيا حساب فائدة مسحوبات الشريك، ثالثا حساب فائدة رأس مال الشريك، رابعا حساب قرض الشريك، وخامسا حساب فائدة قرض الشريك، وسادسا حساب مرتب أو مكافأة الشريك، سابعا حساب فائدة رصيد الحساب الشخصي للشريك جاري الشريك، وثامنا حساب توزيع الأرباح والخسائر. سوف نتعرف على كل جزء منه في المحاضرة. المسحوبات بطبيعة الحال الشركاء دائما ما يقوموا شنو بسحب بعض من شنو المبالغ النقدية أو الأصول العينية لاستخداماتهم الشخصية، لكن يا شباب لازم يتفقوا في شنو في عقد ويحددوا شنو يا شباب العملية بتاع شنو السحب، إذا كانت مالية أو عينية حسب ما ينص عليها في العقد. في هذه الحالة يتم فتح حساب يسمى حساب مسحوبات الشريك، حيث يجعل مدينا بقيمة ما يسحبه من بضائع أو أصول أو نقدية، لأنه أي حاجة سحبها باعتبار شنو يا شباب زادت من حسابه، لكن شنو هتبقى التزام عليه، لكن يا شباب نعمل حساب اسمه حساب مسحوبات الشريك. المعالجة المحاسبية لهذه العملية بالنسبة للمسحوبات، إذا كانت المسحوبات نقدية تلغينا شباب خزنة الشركة حتقل، وفي نفس الوقت قلنا شباب مسحوبات الشريك مدين حتبقى لي من حساب مسحوبات الشريك إلى حساب الخزينة أو البنك حسب طبيعة السحب، كانت إذا سحب نقدا أو سحب بشيك. أما إذا كانت المسحوبات بضاعة حسب تقييمها بسعر التكلفة، لذلك شباب نحن اتفقنا قلنا شباب قلنا المسحوبات باعتبارها مدينة، إذا كان بسعر التكلفة تحمل لحساب المشتريات، حتكون من حساب مسحوبات الشريك إلى حساب المشتريات. ب إذا كانت بسعر البيع في الحالة دي تحمل إلى حساب المبيعات باعتبار شنو هي المزولة عن البضاعة، لذلك شباب باعتباره حيكون مسحوبات الشريك مدينة إلى حساب المبيعات دي بالنسبة لشنو بسعر البيع. إذا كانت المسحوبات أصول أخرى غير البضاعة والنقدية، نحن قلنا شباب النقدية باعتبارها حتنقص من الخزنة، حقوم حساب الشريك مسحوبات الشريك إلى حساب الخزينة أو البنك. إذا كان البضاعة حننظرها نظرتين، إما بالتكلفة إما بشنو بسعر البيع. في هذه الحالة شباب لو كان أصول غير نقدية طبيعة الحال مسحوبات الشريك مدينة حسب نوع الأصل حيكون داين بالنسبة للشريك. في نهاية السنة نقفل حسابات مسحوبات الشركة في حساب جاري الشريك. مسحوبات الشركة باعتبارها مدين، لما نقفلها حنكون باعتبارها داين، لذلك جاري الشريك حيكون مدين من حساب جاري الشريك إلى حساب مسحوبات الشركة.
فائدة نمشي للنوع الثاني فائدة المسحوبات. عادة ما يتفق الشركاء على حساب فائدة على مسحوباتهم وينص ذلك في عقد الشركة إذا حاجة شنو اتفقوا في معيناتهم وعليه تحسب فائدة على السعر المتفق عليه. يعني اتفقوا كل مثلا كل 3 شهور يشيل كده أي قروش شلتها حنحسب عليك فائدة من تاريخ السحب إلى نهاية السنة المالية لأنه حتقيم نظام مالي لو انتهي نهاية 31/12 في السنة التي تعمل بها. هذه الفائدة تعتبر مكسب بالنسبة لشنو للشركة لأنه شباب احتبار قروش انت شغلتها وجبت لهم إيراد بالنسبة لك زيادة احتباره مكسب بالنسبة للشركة والتزام بالنسبة للشريك انت ملزم انك تسدد ما انت شلته من الشركة. لذلك فانه تقيد في الطرف الايمن لحساب جاري الشريك بالقيد الاتي من حساب جاري الشريك الى حساب فائدة المسحوبات باعتبار شنو شباب التزام عليك جاري الشريك باعتبار شنو مدينك اللي هو الطرف بتاع صاحب الشركة ويتم تحيل فائدة المسحوبات إلى حساب توزيع الأرباح والخسائر في جانب الدائن على أساس القيد المشترك على قيد أساس القيد التالي. فائدة المسحوبات يا شباب دائنة لذلك لما نحولها إلى حساب الأرباح والخسائر حتبقى مدين حكون من حساب فائدة المسحوبات إلى حساب توزيع الأرباح والخسائر. نأخذ مثال لذلك حتى يتركز الطالب من صفة جانب نظري إلى جانب تطبيقي ويزداد عنده المعلومة بصفة تامة وصورة متكاملة. فيما يلي بعض البيانات الخاصة بمسحوبات الشريك كامل بعلم بأن السنة المالية لشركة التضامن تنتهي 31/12 من كل عام ودي يا شباب السنة المالية في كل الشركات. المبلغ وتاريخ السحب المبلغ سحب 10,000 جنيه يوم 31/3/2017 يا شباب لما نعرف تاريخ الحساب السحب حنحسب شنو يا شباب من بداية نهاية التاريخ ده لنهاية السنة. إذا ما أنا زول السحب حيكون عليه فائدة لمدة كم؟ 9 شهور حتكون عليه فائدة 9 شهور. سحب 12,000 يوم 30/4 إذا ما أنا حيكون لما نحسب له فائدة حيكون حسبه على 8 شهور. فسحب 8,000 أيضا يوم 30/9 حيكون عليه فائدة بتاعت شنو؟ 3 شهور. المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات المسحوبات. إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات المسحوبات. إجراء قيود اليومية لإثبات ترحيل تلك المسحوبات لحساب جاري الشريك كامل. تحديد قيمة فائدة المسحوبات وإجراء القيود الخاصة بها علما أن الفائدة 3%. لذلك يا شباب لازم الشركة تحدد سعر الفائدة للشريك حتى يعرف ما يتم دفعه. نجي يا شباب للحل في مضمون المزلة. أولا شباب نجي نسبة شنو شباب قيود اليومية بالنسبة للمسحوبات. أول حاجة شباب يوم 31/3 الشريك كامل سحب كم؟ 10,000 جنيه نقدا. لذلك في نفس الوقت قلنا شباب المسحوبات مدينة حكون من حسابات مسحوبات كامل إلى حساب مسحوبات الخزينة. ويوم 30/4 سحب 12,000 حكون من حساب مسحوبات كامل إلى حساب الخزينة. ويوم 30/9 سحب 8,000 من حساب مسحوبات كامل إلى حساب الخزينة. ويمكن يا شباب نلم في شنو في قيد واحد حنقول يا شباب من حساب جاري كامل إلى حساب مسحوبات كامل. يوم 31/12 يا شباب بقفل الحساب. يوم 31 بقفل الحساب من حساب جاري الشريك إلى حساب مسحوبات الشريك من حساب جاري الشريك كامل إلى حساب مسحوبات كامل يوم 31/12. تحديد قيمة الفائدة فائدة المسحوبات وإجراء قيود اليومية نمبر 2. تحديد قيمة الفائدة. الفائدة شباب أولا الشريك كامل سحب يوم كم؟ يوم 9 12 سحب 10,000 جنيه. سحب 10,000 جنيه في شهر 3 يوم 31/3 سحب 10,000 جنيه. لذلك يا شباب تحسب عليهم شهر من نهاية شهر 3 إلى بداية شهر 12 حتكون له 9 شهور حيكون 9/12 في الفائدة المحددة هي 3%. إذا معناها ساوي شنو؟ 10,000 × 12 × 100 × 3 × 12 × 9/12 × 3% ساوي 225 جنيه. نمشي للسحب الثاني 12,000 في 8 شهور هكون 8/12 × 3% ساوي 240 جنيه.
السحب الثالث كان 8000 في 3 شهور 3 على 12 في 3% يساوي لي 60 جنيه. لما نحسبنا شباب نلقاه عملا 525 باعتبار الفوائد بالنسبه لشنو 3 سحوبات. لما نجي سجلنا شباب قلنا بنقول شنو شباب فائده المسحوبات باعتبارها مدينه داينه، حنقول حساب جاري شريك كامل الى حساب فائده المسحوبات مسحوبات كامل، اثبات فائده مسحوبات الشريك كامل. يوم 31/12 قلنا هناك في شنو شباب فائده المسحوبات في حساب توزيع الارباح والخسائر. نجي شباب للنوع الثالث قرض الشركاء وفوائدها، إذا عرفنا مسحوبات وفوائدها هني نعرف نتعرف على قرض الشركاء وفوائدها. الشركاء عادة ما يحتاجوا لشنو؟ لمال، لكن يا شباب المال يمكن تكون مصادر داخلية أو مصادر خارجية. مصادر داخلية تمثل في شنو؟ رؤوس أموال الشركاء والأرباح المحتجزة والاحتياطيات، ومصادر خارجية تتمثل في القروض التي تحصل عليها الشركة من المغرضين ورصد حسابات الدائنين وأوراق الدفع، وتلجأ الشركة إلى اقتراض من الشركاء نفسهم. اضطرد الشركة باعتباره شنو حيكون مصادر خارجية باعتباره شنو حتكون عليهم شنو فوائد. عملية الاقتراض من الشركاء لا تؤثر في حد ذاتها على الحساب الجاري للشريك، ده حاجة شنو باعتبارها منفصل، لذلك عملية الاقتراض من الشركاء لا تؤثر في حد ذاتها على الحساب الجاري للشريك. لإثبات الغرض المقدم من الشريك يكون الغيت كالآتي باعتبار شباب أنا الغرض الشرط إذا ما أنا خزنتي حشنو حزيد، لذلك هتكون البنك والخزينة الأصل كل ما يزيد زاد باعتبار شنو يصل زي ما هو هتكون البنك أو الخزينة مدينة إلى حساب غرض الشريك، لأن باعتبار أنت معطي وليس باعتبار أخذت زيدت خزنتك، وغرض الشريك باعتبار شنو داين بالغيمة. وعند إحلال مع سداد الغرض يجرى الغيض التالي، ده إجراء بالنسبة لشنو؟ إجراء الغرض، إثبات الغرض، تثبيت الغرض من حساب البنك أو الخزينة إلى حساب غرض الشريك. ولكن يا شباب لما نيجي السداد تلغين حنعمل عملية شنو؟ تصفية، حيكون من حساب غرض الشريك إلى حساب البنك والخزينة باعتبار شنو؟ عملنا عملية بتاع التصفية، أصبحت الشريك بالنسبة لشنو سدد ما عليها، الخزنة باعتبار شنو حتنقص من كانت مدين حتبقى داين، غرض الشريك من كان دايم يبقى مدين. ولكن هذه القروض المقدمة للشركة ما يحسب عليها فائدة، عادة ما يحسب عليها شنو فائدة، وبالتالي حساب تلك الفائدة يؤثر على حساب جاري الشركاء. حساب فائدة المسحوبات لا ما بتؤثر على جاري الشركاء، لكن هنا الغرض هنا بتأثر على شنو حساب جاري الشركاء، وبناء عليه فإنه عند الاستحقاق الفائدة ودفع قيمته يجرى الغيت الآتي من حساب فائدة غرض الشريك إلى حساب شنو؟ إلى حساب البنك أو الخزينة. إذا فعل شنو عند الاستحقاق الفائدة، إذا ما شنو استحقاق الفائدة، الفائدة حتبقى مدين والبنك حتدفع، إذا تلغين حتدفع قروش خزنك شنو أو البنك بتاعك حينقص. وعند إعداد حساب الأرباح والخسائر يجري كالآتي، فائدة غرض الشريك كانت مدين حتبقى داينة، حساب الأرباح والخسائر حيبقى شنو داين، حساب الأرباح والخسائر إلى حساب فائدة غرض الشريك. مثال أفرض أغرض الشريك ألف الشركة مبلغ 100,000 جنيه في 1/1/2017 بفائدة سنوية قدرها 10% تدفع يوم 31/12 من كل عام. المطلوب إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات ما تقدم. الحل عند الاقتراض يا شباب قلنا حساب الفائدة حيكون شنو؟ من حساب الخزينة اعتبارك انت شايل قروش حزنك حزيد الى حساب قرض الشريك الف بمبلغ كم؟ 100,000 جنيه. عند دفع الفائدة حيكون الغيض من حساب فائدة قرض الشريك الى حساب الخزينة، من حساب فائدة قرض الشريك الى حساب الخزينة اثبات قرض الاعتبار شباب حنطلع ال 100,000 باعتبارها فائدته كله 10%، اذا 100,000 في 10% حيساوي ليش كم؟ 10,000 جنيه، لذلك الفائده باعتبارها كل شنو؟ كل سنه حتكون 10,000 جنيه، حتكون من حساب فائده القرض الشريك الى حساب الخزينه. عند اعداد نمره 3 عند اعداد حساب الارباح والخسائر بطبيعه الحال قلنا حساب فائده القرض نكفل حساب شنو؟ الارباح والخسائر، نقول من حساب الارباح والخسائر الى حساب فائده القرض الشريك اثبات غفل فائده القرض في حساب الارباح والخسائر. ملاحظه في حال الدفع
جزء من الفائدة فإن الجزء المدفوع يتم تقييده بنفس ولا بنفس شنو القيمة ولا يتغير، لكن عند إعداد الحسابات الختامية في حين حساب الأرباح والخسائر في الغيط الآتي: من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب فائدة قرض الشريك نفس الغيط ما تغير. أما الباقي من الفائدة التي تدفع الشريك في نهاية السنة فإنها ترحل إلى حساب الشريك بالغيط التالي، إذا اعتبرك دفعت فائدة إذا ما عليك باقي شنو في السنوات التالية. لذلك يا شباب حنسجلها من حساب فائدة الشريك المستحقة لأنه حترحلها إلى حساب جاري الشريك، إلى حساب جاري الشريك. شباب وردت أخطاء، الإنسان ليس معصوما من الخطأ، لذلك شباب بقدر الإمكان أن الواحد لاحظ على المعلومات الموجودة في مضمون المزل ولا يلاحظ على الأخطاء الجوهرية. قد بعض منها أشد انتباهك، لكن تنظر إلى النظرة بجانب نظري أكثر وجانب عملي بالطريقة التي تفيدك. ختاما تقبلوا تحياتي وشكري ولكم الحسن المتابعة. أستاذ مزمل الحاج موسى.